مرحبا بكم من مدينة دبلن وبالتحديد من مؤتمر ويب سميت. نتعرف اليوم على طابعة ثلاثية الأبعاد يقوم بتطويرها خبراء سابقون في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. نعلم بأن الطباعة الثلاثية الأبعاد كانت حاضرة في السوق على مدى السنوات الماضية. ما الذي يميز هذا المنتج خلافا عن الحجم الكبير؟ هل شاهدت طابعة ثلاثية الأبعاد بهذا الحجم قبل الآن؟ نحن صنعنا أكبر طابعة شخصية ثلاثية الأبعاد بسعر مناسب. ما هو الحجم الذي تتحدثين عنه الآن؟ هذه الطابعة تنتج مكعبات بحجم 600 مليمتر، ونقوم أيضاً بإنتاج أجسام بعرض 716 مليمتر وارتفاع 600 مليمتر. لماذا تعتقدون بأن الحجم سيخلق أي فرق في السوق حالياً؟ أعتقد أنه من الممتع أن يستطيع أحدنا طباعة غلاف لجهاز الهاتف الذكي أو حتى بعض الألعاب، ولكن أيضاً قادرون على طباعة أثاث مثل هذا الكرسي، وأيضاً طباعة بعض الأشياء لأداء وظائف مفيدة في المنازل. لتحقيق ذلك كان من الضروري بناء طابعة أكبر من السابقة. إن الطابعات التقليدية ذات السعر المعتدل هي بهذا الحجم، صح؟ ما قمنا به هو زيادة حجم الطابعة مع جودة أفضل لطباعة أشياء مفيدة بسعر مناسب. هل تقوم هذه الطابعة بالعمل بشكل مختلف لتقوم بطباعة أجسام أكبر من المعتاد؟ هل هنالك حاجة لطريقة مختلفة في الطباعة؟ نحن نستخدم أجزاء أفضل من حيث الجودة. هناك أشياء يجب التفكير فيها عند طباعة الأشياء الأكبر. إن طبقات الطباعة دقيقة جداً، ما يعني أن أي اهتزاز قد يدمر عملية الطباعة. قمنا بإنتاج تصميم هندسي كشركة منبثقة عن وكالة ناسا، وهي توفر عملية تحكم كبيرة. إن استخدام عناصر تحكم بجودة عالية يوفر هذا الاستقرار المطلوب. عدا عن ذلك، فإن عملية الطباعة هنا ممثلة للطابعات الأخرى. ربما تلاحظ عناصر مألوفة، فأداة الطباعة تتحرك بشكل تقليدي. تتحرك قاعدة الطباعة نحو الأسفل مع تقدم عملية الطباعة. تصميم هذه الطابعة متاح للجميع، فبإمكان أي شخص صناعة الطابعة الخاصة به. هل يمكن أن تخبرينا عن نظام التحكم الآلي هنا؟ هذا هو نظام التحكم الذي يتم عبر جهاز لوحي، وهو يستخدم نظام تحكم مفتوح المصدر. بإمكانك تنزيل البرنامج مجاناً لتحريك نقاط X, Y و Z لتحديد أبعاد الطباعة. هذا الكمبيوتر اللوحي يمكنك من الاتصال بشبكة واي فاي لجلب الملفات من دروب بوكس. شكراً.